مش عارف اقول لكم شعور ايام. انا معاك بقى النهارده في اسكندريه بشوف اهلي واخواتي ابنائي. يعني الحقيقه شعوري متاثر جدا جدا جدا، خصوصا ان ده المكان اللي بدات فيه مانتراك، اللي بدات فيه الشركه، والحمد لله الراغبه في هذا المجال مش بس في مصر بس في تقريبا في جميع انحاء العالم. الحقيقه ان كل اللي حصل في مانتراك نتيجه شغلكم وكفاءتكم وولائكم للعيله، ولائكم لعيله منصور. كلكم انتم عارفين جميعا ان عيله منصور هي برضه ولائها لكم. كل عام وانتم طيبين. بكل قطاعاتها بكل التيم بتاعها.